السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم تراحيب. حياكم الله مشاهدينا، اليوم الخميس والكل جاهز على أساس يقضي إجازة نهاية أسبوع، وحن في برنامج تراحيب حضرنا لكم مواضيع جميلة تابعوها معنا قبل ما تبدوا مشاريعكم الليلة. ومثل ما قال حمد، مواضيعنا الليلة متنوعة بين التراث والطب، وأيضا عندنا نشاطات في جمعية عيد الخيرية. عن الحرف التراثية راح يحدثنا ضيفنا خليفة السيد عن آلة العود وعن حي صناعة الحرف في سوق واقف. وفي موضوعنا الطبي بتكون معنا الدكتورة فاطمة شكلاني اللي بتكلمنا عن الأمراض الصدرية وأمراض الأذن والأنف والحنجرة. نعم، ولا تنسون فقرتنا المعتادة من علوم الريان وعلوم العالم، خلكم معنا للآخر. هم إن شاء الله بيكونوا معنا للآخر إن شاء الله. وش نبدأ معهم يا حمد؟ بنبدأ طبعا مع آلة العود. أنا أحب العود. تحب العزف؟ تحب تعزف يا عم؟ لا ما أحب أعزف، بس أحب أسمع. إذن مشاهدينا الكرام، طبعا آلة العود تشهد صناعتها الموسيقية منذ فترة طويلة أقبال شديد من الزوار والمقيمين في محلات سوق واقف، لأنها تتميز بدقة في صناعتها وروعة زخرفتها وألوانها، وأصبحت أكثر الآلات الموسيقية المرغوبة والمحببة للسمع. خلونا نتعرف على آلة العود وطريقة صناعتها من خلال هذا التقرير مع بعض. يلحظ الزائر إلى سوق واقف وجود محال كثيرة لبيع آلات العود وغيرها من الآلات الموسيقية، وتعرضها بشكل يعكس مدى الاهتمام بالفن الشرقي وحجم الدعم الذي يساهم في النهضة الفنية والثقافية التي تعيشها الدولة. رغم صعوبتها ودقتها، تعتبر صناعة العود واحدة من الصناعات الراقية والتي تتطلب مهارات عالية وإتقان، وتجذب بجودتها وجمالها زبائن معينين أو تصنع حسب الطلب. عادة ما يستخدم صناع العود أخشاب الزان والجوز والبلوط في حرفتهم، نظرا إلى نظافتها وجفافها وانسجامها مع طبيعة صدى الأصوات والنغمة، لتتوالى مراحل صناعة العود بدءا من تركيب الوجه والزند وتنعيمهما وبيت المفاتيح، مرورا بالطلاء ووصولا إلى تركيب وشد الأوتار، كلها مراحل دقيقة تحتاج إلى مهارة بالغة. ولكن في سوق واقف تحولت صناعة العود من مهنة وحرفة إلى حكاية عشق وتميز، ومع تميزها المتزايد وندرة وجودها يتزايد الطلب على آلة العود المصنوعة يدويا بمختلف أشكالها وألوانها وزخارفها، وذلك لتقديمها كهدية تذكارية يتهافت عليها السياح. شفنا معكم مشاهدينا هذا التقرير اللي عن العود، والجدير بالذكر أنه ينتشر في سوق واقف شارع للحرف التقليدية من صناعة سفن خشبية وصناعة آلات موسيقية، كذلك صناعة الحلويات الشعبية، ولدينا السدو والعطور وغيرها من الحرف المختلفة. وفي هذا الصدد وهدف منا في زيادة المعرفة عن أهمية هذه الحرف والاهتمام بها، نلتقي الخبير التراثي خليفة السيد المالكي، نبحث معه تراثنا المتجذر في هذا التاريخ. حياك الله ويا مرحبا ومسهلا فيك في استديو تراحيب. الله يحييك. حياك الله معنا. في البداية قبل ما نتخصص في آلة معينة أو في حرفة معينة، ودنا نتكلم عن أهمية التراث لدى الشعوب. وبدون شك أن التراث يعني هو الأصل، يعني كل شعب يتميز أو يعرفون الناس من خلال تراثه. نعم. من خلال التراث تعرف الشعب. إذا أردت أن تعرف يعني حضارة أمم فانظر إلى تراثهم. نعم.
التراث هو اللي هو المرآة، هو الجذور. نعم. هو الجذور. نعم. من خلال التراث تعرف ان هذه الناس يعني عندهم حضارة او ما عندهم حضارة. ويعني صراحة التراث الحرف والمهن والصناعات الشعبية، انا ألفت فيه كتاب هذه سميته الحرف والمهن والصناعات الشعبية، هي جزء من التراث والمحافظة عليها يعني يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى جهد كبير. ودنا نعرف كيف الواحد ممكن يحافظ على تراثه. إحنا طال عمرك الآن إذا كان إحنا نبغى نحافظ على التراث، طبعا الآن التراث تقريبا يعني جزء كبير منه راح انتهى. إحنا الحين دورنا، إحنا الحين نرجع دورنا نرجع التراث. نعم. بحيث إن إحنا ندرب الناس. نعم. ندرب الناس. يعني أنا أذكر مرة أول ما فتحنا الغالية التراثية، هذا الكلام قبل حوالي 9 أو 10 سنين، كانوا يجيبون حرفيين من برا من الدول المجاورة، بس لها نفس الحرفة تقريبا، يعني نفس إيه؟ الحرفة اللي لأن ما عندنا حرفي. فأنا اقترحت عليهم إن إحنا ليش ما نجلس مع كل واحد حرفي 3 من هالقطر نعطيهم مكافأة. متى كان الكلام هذا؟ سنة كم؟ هذا الكلام طال عمرك يمكن في 2007 تقريبا كذي. وش الحرف اللي كانت عندهم وكنت أنت مفتقدها؟ يعني حرف قطري مش موجودة عندهم. كثير أشياء كانوا يبون، مثلا كانوا يبون كانوا يبون الصفار من السعودية من المنطقة الشرقية. كانوا مثلا يبون صفار حق الدلال، طبعا وضح المشاهدين أنها الصفار اللي صفر الدلال، صفار مال الدلال ومال الجذور والطوس وهذه الأشياء. كانوا مثلا يجيبون اللي يسوي السعف، يجيبون من البحرين. كانوا يجوا مثلا العساق اللي يسوي القفاصة من البحرين، وكانوا يجيبون يعني اللي يطرق الدجيج ويروب الدجيج من البحرين، لأن احنا ما عندنا يعني ناس. فأنا قلت لهم ليش ما نخلي مع كل واحد 3، يعني لأن احنا كل خميس وجمعة، ف يعني في خلال السنة بيصير عندنا عقب حرفيين محليين، ما احتاج احنا نجيب من برا. نعم. كذلك انت ذكرت من 2007 تقريبا 9 أو 10 سنوات نقول، خلال هذه الفتره كيف شفت اهتمام الدوله باهتمام بالتراث وبالحرف المهنيه؟ الدوله طال عمرك مهتمه، عفوا الحرف اليدويه، الحرف اليدويه الدوله مهتمه، ولكن الى الان ما وجدنا الانسان اللي عنده الغيره على ان يحيي هالاشياء. ولا الدولة ما عندها مانع، الدولة تقول لك أنت خطط أنت فصل وعندنا بس، لكن ما وجدنا الشخص اللي عنده الغيرة حتى أنه يحيي هذه الموروثات الشعبية. يعني أنا بقول لك أنا زرت السوق هذا اللي حطيته على تقرير. نعم. هذا ما في شيء من تراثنا ابدا. طبعا نذكر بان السوق اللي انت تذكره طبعا هو نقول شارع في سوق واقف متخصص. نعم. نعم. شارع حرفي بالحرف اليدويه، لكن يمكن 1%. احنا عندنا احنا نتكلم عن مثلا عن الحرف. ايه اوكي. كحرف هل تشوف الحرف اللي موجوده فيه هي حرف اهل قطر وموجوده فيه بس ينقصها الحرفيين نفسهم؟ احنا نتكلم هنا على حرف داخل الشارع. لا، الحرف اللي فيه مو حرف القطر. هذا مثلا اللي يسوي العواد، احنا ما عندنا زمان الاول ما نسوي العواد. لا، هو كمثل ما تقول في مثلا واحد يسوي خناجر. لا، انا معك، انا معك يسوي خناجر. مو بكل السوق واقف اللي فيها كلها لها القطر او حرف اهل القطر، لكن متنوعه الاشياء اللي فيه والحرف اللي فيه. العود يعتبر من الالات الموسيقيه. نعم. فالعود عام يعني آلة، يعني مش تحديدا على القطر، بس وجودها يعني كدعم للفن. يعني في كذا بلد في حرف قطرية، في حرف قطرية ما نشوفه. أنا بعددهم لك. عطنا مثال. أنا بعطيك مثال. عندك مثلا من حرف القطرية اللي هي الأساسية اللي كانوا معتمدين عليها بحر وبر، الحداد مثلا. الحداد هذه حرفة قطرية، مسامير والبناء والأشياء وما ما يخص البيبان من الحداد. الصفار مثلا، الصفار اللي هو النحاس، هذه حرفه قطريه. كانوا هالقطر الاول ادواتهم كلها صفر. كذلك صناعه السفن، القلاف موجود. القلاف عندك مثلا المجني هذا ولا حد يعرفه كلش، ولا حد يعرف وش يسوي المجني. ولا المجني هذا طال عمرك زمان الاول يجيبون اكواب صين
كاب اللي هو عبارة عن صحن كبير وملال وبوادي وغواري صين. هذا الغوري اللي انكسر يودونه حق المجني، هو صين يرمم من جديد. اي نعم يرممه، يسوي له يلبسه، يسوي له شبك حديد، وبعض منهم يخرزه، يخرزه يعني يسوي له قض ويدخل فيه أسلاك حديدية. بعدين يجيبون غرق زملاء، احنا ما عندنا بوتكس ما بوتكس، ياخذون الدامر، ياخذون الدامر هذا ويطبخونه، ولين طبخوه شلوا الزباد منه وخلوه لين برد، لين برد صار مثل العسل. هاي مادة غروية بس انها تنشف اذا انشفت، طبعا اذا انشفت خلاص صمق صمق. ويجيب القطع هذه المكسرة ويحط عليها ويركب ويحرك لين صار جاء عند الهيكل، ترقع كامل، ترقع. اذا غوري سواله مثل القحفية ولبسه وخطمه من فوق من صوب الرقبة. يتم الشيء هذا، هاي يسمونه المجني. عندك مثلا بالنسبة حق الحرف النساء، عندنا زمان الأول يسوون النقد في الملافع. وش النقد؟ النقد الله سلمك الملفع ما يجيك أسود، يحطون عليه تزكرش، نوع من يزخرفونه، يزخرفونه في السواد نفسه، مو بنفس الصبغ، بلون ثاني، لون فضي ولون ذهبي، لون فضي ولون ذهبي يسوون هاي النقد. عندك مثلا البريسم، البريسم الأول كانت المساند والدواشق والمواسد والخدار، خدار الكرفاية. وزمان الأول أول بعد ما جات الروادو يلبسون رادو وخدار ويسوون له قطع على الغبار وعن هذا. مثل الحين يسوون الكفرات حقت الجوالات. أيوة تلبيس، مضبوط تلبيس. زين هذا بعد شغل البريسم. عندك مثلا الكورار، الكورار كان الأول بعد الحريم يكررون. الكورار هو عبارة تدخيل الخيوط في بعضها بعض بحيث أن يعطينا نسيج. أيوة ينسجون 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 مثل ينسجون شريط. هاي الشريط بيكون مطعم ذهبي على فضي، هذا اللي يستخدمونه يستعملونه بعدين للحبال، لا لا يستعملونه حق الثياب، هذا التفصال نفسه يحطونه على اليد، يحطونه على اليد، يحطونه على اليد وعلى الرقبة. عندك مثلا الزمان الأول اللي يخيطون البشوت والدفاف عندنا حتى كل هذه الحرف موجودة في القرية التراثية، يعني القرية التراثية. زين وجود القرية التراثية الآن صار لها تقريبا يمكن ما يقارب 10 سنوات، مدى أهمية وجودها في المحافظة على الموروث الشعبي؟ والله شكليا يعني صراحة أنا صراحة بقول يعني صراحيا كيف يعني شكليا أنا تكلمت وقلت، لكن مع الأسف بيجي إن شاء الله، مع الأسف أنت وين تكلمت إن شاء الله بيصير. أنا ودي إن هاي الأمور كلها يعني تظهر للناس. حتى انتم لما سويتوا معي مقابله في ايام العيد، فقلت يعني قلت بدل واحد يعني ما يدش مع ولده سيده حق المنصه يعني عشان جائزه، خلي مربع الحرفيين يشوف ايش عندهم، انت شو تسوي، هاي شنو، هاي اللي يدمج الحبال، اللي يسوي اللي يروب، ويعني قلت بدل يعني الواحد ما يدش سيده مع عياله. خلنا الحين انت تقول سويت لك كتاب في الحرف. نعم الحرف الالكتريه تحديدا. اي نعم الحرف والمهن والصناعات الشعبية في قطر. حلو. نعم. تحس إن الكتاب كافي ولا عادك بتسوي بعد؟ يحتاج الحرف تحتاج. أنا أكثر. ما خليت شيء ما حطيته فيه. يعني كتابك هذا يكفي؟ نعم. إيش اللي من الحرف؟ ما خليت شيء ما حطيته. إيش اللي من الحرف يعني ما كانت موجودة أو؟ طرت عليك كتاب. مهملة. ما خليت شيء. قبل أطبع الكتاب قعد فيه حوالي سنين وأنا أجمع فيه. حطيت الكندري، حطيت اللي بيع الغاز، حطيت اللي بيع الايس كريم، حطيت الحواي، حطيت الحجام، ما خليت شيء ما حطيته. وما يعني ما طرت عليك حرفه تالي او حد من الشيبان الاولين قال لك يا خليفه ترى انت نسيت الحرفه الفنيه؟ ما في حرفه ابدا. زين اذكرنا بعض الاشياء يعني اللي تحس انها تعبتك بزياده. كيف تعبتني؟ يعني حرفة معينة أحس أنها تعبتك. كل الأشياء اللي مريت عليها. أنا شوف أنا من صغري وأنا هاوي أروح حق الناس هذي ليه؟ هل الصناعات أوقف عندهم أطالع شو يسوون؟ نعم من صغري لأن هاي الأشياء كلها كانت قريبة مني. أنا مواليدني مواليد السوق وهاي كانت كلها في السوق، فأنا أروح لهم. العساق مثلا، العساق اللي يسوي القفاصة، اللي يسوي المنسف، اللي يسوي الأشياء يعني اللي من عسق. إحنا بتلاحظ واحد العساق ما عارفه شنو. أنا والله ما عارفه العساق. طبعاً شفت أنت يذع ال ما الرطب، عذق الرطب، العذق. أنت تشوف يده هالطول تقريباً،
لكن هي أطول من الطاولة. بس إنها في النخلة. أي في النخلة. يأخذون بس منه قد شبر أو شبرين. نعم. والباقي يقصونه. هذه هو العسق. يسوون صغار صغار ويسووا منه القراقيل يسووا منه. أنه يكون قوي ومتماسك. قوي. زين أنا بالنسبة يعني ودي أسألك بالنسبة للباحث في التراث. يعني هل الآن خدمت التكنولوجيا الحالية بالذات إحنا تعرف البلد يعني العالم كله تطور الآن صحيح. وصارت التكنولوجيا وصار ممكن إنه مثلا حتى ينشر هذا التراث مثلا أو يبحث عن تراث معين بشكل أسهل وأسرع صحيح. يعني بالنسبة يعني التكنولوجيا كيف ممكن إنه نجيرها ونستخدمها بحيث إنها تخدم الباحث في البحث من خلال التراث. يعني تخدم الصانع قصدك؟ نعم لا الصانع الباحث في التراث الباحث طال عمرك شوف كيف ممكن نستخدم التكنولوجيا هذه لا في الباحث لابد أن يكتب شيء عاشه شافه أنا كل اللي كتبته عشته وشفته أو ممكن يستخدمها كيبحث عن إسناد مثلا لحاجة معينة في بعض الناس هذا اللي ما عاشوا الشيء اللي ما لحقوا على الوطن هذا يدخل على جوجل ويطلب زين والله يعطي خليفة عندنا نعم. آخر سؤال نسألك إياه كتابك هاي اللي عن الحرف موجود في موجود نعم موجود في مو في السوق في الإنترنت ما ادري والله ليش ما تشتغل على الكتاب الله يسلمك اللي طبعه لي المجلس الوطني للثقافه ثلاث كتب انا كاتب 11 كتاب ما شاء الله كله عن التراث والجاي وشو الجاي اللي هو رقم 11 اللي هو الجزء الثاني من قصص وحكايات شعبيه ما شاء الله إيه. 11 كتاب اللي انا كاتبه يعني خليفه السيد المالكي الخبير في التراث الوقت دهمنا ونشكرك على وجودك معنا في الاستديو ولنا ان شاء الله مقابلات اخرى معك شكرا لوجودك معنا في ترحيب وانا اشكركم جدا وارجو اني انا قدمت ما يفيد المستمع وجودك والمشاهد وجودك يكفينا الله يعطيك العافيه شاهدنا الكرام بعد الفاصل مركز الشيخ عيد الثقافي بالتعاون مع إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يطلق سلسلة محاضرات متميزة علشان تعرف أكثر على هذه المحاضرات خليكم معنا رجعنا لكم مشاهدينا ولا زلنا متواصلين معكم في برنامج ترحيب من استديوهات قناة الريان الفضائية بهدف نشر العلم الشرعي والوقوف على قضايا المجتمع وبيان الأحكام الشرعية فيها أطلق مركز الشيخ عيد الثقافي بالتعاون مع إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سلسلة محاضرات متميزة يقدمها نخبة من الأئمة القطريين نعم وللاطلاع أكثر على أهمية هذه المحاضرات معنا في الاستديو السيد جاسم عبد الله العلي مدير مركز عيد الثقافي بمركز عيد الخيرية حياك الله معنا في برنامج ترحيب الله يحييكم وبارك فيكم يا مرحبا ومسهلا الله يحييكم في البداية نبغيك تحدثنا عن الهدف من سلسلة هذه المحاضرات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أولا أحب أشكركم وأحب أشكر قناة الريان على إتاحة الفرصة لمركز الشيخ عيد الثقافي ولمؤسسة الشيخ عيد الخيرية لعرض هذا المشروع الطيب المبارك أسأل الله عز وجل يبارك فيه الله يكتب أجركم والقائمين عليه الهدف الأساسي من هذا البرنامج هو الدعوة إلى الله عز وجل وقد أمر الله عز وجل في الدعوة قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه ولا ينقص من أجورهم شيئا فكان هذا الهدف الأساسي هو الدعوة إلى الله عز وجل الهدف الآخر أن سلسلة الدعاة خصصت ليقدمها شباب قطريين وهم إن شاء الله على كفاءة وعلم ودراية بالعلم الشرعي فهم يقدمون هذه السلسلة كاملة في هذا الشهر يقدموا بعناوين متفرقة أو بمجالات متفرقة بحيث يستفيد منها الجمهور في مسجد واحد وكما لا يخفاك أهمية هذا الموضوع بفضل الله عز وجل السنوات الماضية سواء مؤسسة عيد أو حتى وزارة الأوقاف وغيرها من الجهات الدعوية التي تهتم في هذا الجانب استضافت كثير من ثلة من دعاة وطلبة العلم الذين ثقفوا المجتمع بالعلوم الشرعية لكن كانوا في أنحاء العالم الإسلامي سواء كانوا في الخليج أو كانوا وطن العربية أو أنحاء العالم الإسلامي هذه الدورة أو هذه السلسلة خصصت للدعاة القطريين المواضيع والشيء من الشباب القطريين نعم المواضيع اللي راح مواضيع مختلفة في منها جانب اللي هو الأخلاقي والسلوكي يحث الناس على السلوك الطيب والمبارك الجانب الآخر الجانب الاجتماعي والجانب الثالث وهو المهم وهو الأغلب اللي هو الجانب العبادي لأن الناس خرجوا من رمضان
وكما قيل يعني الاستمرار على العبادة علامة على قبول العمل. والناس كانوا في رمضان خرجوا من جو إيماني سواء من صلوات أو من ذكر الله عز وجل أو من تلاوة القرآن، فأحببنا أن تكون هذه السلسلة أيضا تحميس للناس للاستمرار في هذه العبادات. بما أن يعني كل الأمة من الشباب، إيش الفئة المستهدفة؟ طبعا هي الفئة المستهدفة هم رواد المساجد من الرجال والنساء. هذه الدورة خصصناها في مسجد واحد وهو مسجد موزة بنت فهد بالدفنة. وذلك لميزة كل يوم اثنين وخميس، كل اثنين وخميس نعم، هي ثمان محاضرات كل اثنين وخميس في شهر 9 كامل. طبعا معناته ان الليلة في محاضرة. نعم الليلة في محاضرة. محاضرة الاثنين كان فيها اقبال؟ نعم كان فيها اقبال طيب، طبعا ليس بالاقبال المتوقع له انه يمتلي المسجد، لانه في الغالب هي دورة جديدة وغالبا الشباب اسماءهم مش معروفة، الغالب الجمهور يستهوي الاسماء الكبيرة المعروفة. لكن هذه نواة بحيث ان الشباب هم يتعلموا ويبداوا في مثل هذه السلاسل، وايضا بتعاون الجهات الاعلاميه وغيرها من الجهات، وايضا بكسر الحاجز عند الشباب. كان هناك حاجز عند الشباب في الخروج في القاء مثل هذه السلاسل من الدروس والدورات وحتى الارتقاء في خطب في المنابر والخطب. بفضل الله عز وجل انكسر هذا الحاجز، فكثير من الشباب الحمد لله يعني اقبل على تلك الدروس وعلى وعظ الناس وتعليم الناس والدعوه الى الله عز وجل وارتقاء المنابر والخطبه بين الناس. فبفضل الله عز وجل العدد طيب الحمد لله جميعا على هذا البرنامج. بالنسبه للمحاضره الاولى اللي قيمت يوم الاثنين، كان موضوع المحاضرة الواقع بين اليأس والتفاؤل، ودنا نعرف لأي مدى تحاولون ربط المحاضرات بالمجتمع. احنا يوم وضعنا المسألة مسألة دعاة قطريين، كان الهدف منها إيصال رسالة معينة للمجتمع. في الغالب مشايخنا اللي كانوا يقدمون لنا الدروس والدورات هم من أسس هؤلاء الشباب القطريين، وكما قيل احنا كنا محل مشايخ من مكة كنا نحاول نجيب الدوحة، فكان يقول وين شباب قطر؟ كان يقول ما يبني الديرة إلا حصاها. ما يجرى له حصى، فغالبا الناس يتقبلون من اهل بلدهم من هو يقول هذا ولدي ولا هذا اخوي ولا. ففي الغالب الشباب عندما يطرحون مواضيع هم اخبر بها في المجتمع، فيطرحون مواضيع ما يلامس المجتمع وما هو في حاجه المجتمع. نعم تقدر تذكرنا اسمائهم كتأييد لهم وتشجيع لهم من خلال برنامج تراحيب؟ والله جزاهم الله خير. هذا او اللي يحضرك منهم؟ اللي يحضرني منهم. طبعا هذه السلسله هي السنه الثانيه على التوالي، وباذن الله عز وجل بنجاح هذا البرنامج سيستمر الى سنوات قادمه ان شاء الله. الشيخ محمد القحطاني، عبد الله الكعبي، احمد فخرو، معاذ القاسمي، محمد الابراهيم، محمد يحيى طاهر، عايش القحطاني، يعني هذا اللي استحضرني اسمائهم. نعم كذلك احمد فخر وذلك نعم كذلك احمد ذكرتي واللي نسى يذكره الشيخ يعذره الله يجزاه جل من لا ينسى حتى الدوره اللي فاتت لو ذكر اسماء الدوره اللي فاتت الحين ذكرتهم الدوره الحاليه ولا الحاليه يعني. لا اللي فاتت الله يستر عليهم ان شاء الله الدوره الجايه احنا طبعا نعرف ان كل الشباب كلهم متطوعين، ودنا نعرف على اي اساس يتم اختيارهم. طبعا الدوره الاولى وأغلب الدورة هذه هم من شباب مركز الشيخ عيد الثقافي بفضل الله عز وجل. مركز عيد الثقافي أنشئ في سنة 2000، مؤسسة الشيخ عيد أنشئت في سنة 96. نعم. من سنة 2000 إلى يومكم هذا ومركز عيد الثقافي يقدم برامج تستهدف الشباب خاصة الشباب القطري، وتؤهلهم في كثير من الجوانب، في الجوانب الشرعية والجوانب الثقافية العامة والجوانب الإيمانية وغيرها من الجوانب. فهؤلاء ثمرت جهود مركز الشيخ عيد الثقافي. الدورة الأولى كلهم من شباب مركز الشيخ عيد الثقافي، وهذه الدورة كلهم باستثناء أحد المشايخ هو طلب التعاون، ونحن نفتح باب التعاون والتطوع لأي من أراد أن يدخل في المواسم القادمة بإذن الله عز وجل. هؤلاء الشباب ثمرت جهود قدمت في شراكة مع أكثر من جهة، مؤسسة شيخ عيد، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. نعم مثل هذه المحاضرات طبعا تساعد في إبراز الإمام القطري بالذات الشباب، ايش الدور اللي تقدمه هذه المحاضرات اللي انتم تسهمون فيها للشاب او الامام القطري الشاب؟ يا اخوي حمد هي سلسله من البرامج تقدم لهؤلاء الشباب، سواء يعني هم يستقبلونها او هم يقدموها، يعني هم يستقبلون بعض البرامج تؤهلهم بحيث يوصلوا الى هذه المرحله، وايضا هناك برامج هم يقدموها للمجتمع حيث يفيدوا ويستفيدوا في نفس طبعا الوقت. قبل ما يكون في المساجد يلقي خطب ومحاضرات انتم تعطون محاضرات؟ طبعا عندنا ايضا تهيل. عندنا حتى تاهيل الان ان شاء الله قريبا سننطلق برنامج تاهيل الداعيه، بحيث من الان يتطوع من الخارج
ويأخذ الحصيلة اللي أخذها هؤلاء الشباب في المجال مفتوح للكل يستفيد يتعلم حتى يعلم الناس. زين ودنا نعرف غير المحاضرات غير سلسلة المحاضرات اللي تقيمونها يعني خلال شهر إيش الوسائل اللي ممكن تستخدمونها لتوعية المجتمع؟ الوسائل الله يبارك فيك طبعا احنا مركز الصحي الثقافي هي الواجهة الثقافية للمؤسسة نقدم البرامج على 4 مسارات داخل قطر. المسار الأول هو مسار التربوي اللي يهدف إلى الشباب وتنمية مهارات الشباب وتعليم الشباب. نعم. المسار الثاني هو المسار القرآني وتعليم القرآن حفظا وتلاوة وتتبرا وتعليما. الأمر الثالث أو المجال الثالث هو مجال الدعوة مثل برنامج هذا اللي هو الاهتمام بتقديم البرامج والمهرجانات والمطويات الدعائية والمشاركة والمنشورات وغير ذلك. المجال الرابع هو مجال العلم الشرعي. بعض الناس يحب يستزيد من العلم الشرعي سواء في الفقه الإسلامي أو في العقيدة أو في التفسير أو في السياق. فبفضل الله عز وجل الآن الشاب القطري يشارك في مجالين. المجال الأول هو المجال الدعوة إلى الله عز وجل، والمجال الثاني هو المجال التربوي. فكثير من الشباب عندنا الحمد لله تخصص في تقديم البرامج التربوية للشباب، ومنهم من دخل الآن المدارس وأصبح متميز من بين صفوف المدرسين القطريين. مجال نطمح له إن شاء الله أن يكون عندنا محفظين لكتاب الله عز وجل القطريين، وأيضا معلمين للعلم الشرعي الشباب من قطر. نعم طبعا هذا التعاون اللي يصير بينكم وبين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية طبعا له أهداف كثيرة. أكيد. طبعا أهداف إيجابية، تذكرنا بعض الأهداف هذه؟ والله شوف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هي أكثر جهة تعاونت معنا في تقديم مثل هذه البرامج النافعة. طبعا هي تعاونها بشكل عام. نعم. مع الجمعيات الخيرية كلها. نعم. لكن احنا تحدثنا عن دورها معكم انتم في جمعية الخيرية. والله المجال التعاون كبير جدا ليس فقط على مستوى هذه الدورة، فهم اولا يعني هم الجهه الرسميه في موضوع التصريح مثل هذه البرامج. نعم. لم نجد منهم اي عقبه بالاستجابه السريعه بفضل الله عز وجل، بل يتعاونون معنا ويرسلون رسائل للجمهور ويعلنون برامجنا عن طريق وسائلهم الاعلاميه. وهذا تعاون صراحه يثلج الصدر. هؤلاء الشباب مثل ما ذكرت لك ايضا هم ثمره جهود وزاره الاوقاف، فمن هؤلاء الشباب من حفظ كتاب الله عز وجل عن طريق وزاره الاوقاف، حلقات وزاره الاوقاف. من هؤلاء الشباب من تخرج من جامعات اسلاميه ببعثه من وزاره الاوقاف، وبعضهم دخل ايضا دورة الأئمة والخطباء السنويه لوزاره الاوقاف، منهم خريج تلك الدورات. فتعاون مستمر وان شاء الله لا ينقطع. ان شاء الله الله يديم هذا التعاون بين كل مؤسسات الدوله بذاتنا. يعني في المصلحه العامه وفي مصلحه المجتمع القطري. ودنا نعرف ايش اللي اهداف القريبه عندكم، خلينا نقول اللي بعد شهر 9. طبعا شهر 9 انتم الان ملتزمين بسلسله. نعم. الدعويه محاضرات الدعويه مع الدعويه الداخليه. لكن اللي بعدها الله يبارك فيك وهو برنامج الاول سنه نطلقه نكشف الستار. احنا نبي الستار على اساس يكون حصري عندنا الاعلان الاول يكون عن طريق. تستاهل. البرنامج هو برنامج متميز ولاول مره يقدم، واظن اول مره يقدم في قطر، وهو ان هؤلاء الشباب القطريين اللي هو هؤلاء الشباب القطريين ستكون لهم دورات ودروس خارج قطر. مؤسسة الشيخ عيد تقدم برامج توعوية وإغاثية واجتماعية في أكثر من 40 دولة بفضل الله عز وجل. فمؤسسة بنت مساجد ومراكز ومعاهد وكثرة الدعاة. طيب هؤلاء الآن من يوجههم؟ الأولى بتوجيههم هم شباب قطر. يعني بفضل الله عز وجل يتم إرسالهم. نعم يتم إرسالهم. عملنا برنامج في أكثر من دولة بحيث أن هؤلاء الشباب يقدمون سلاسل. اللي يتخصص في الفقه الإسلامي نقول لهم كم تبغى تجلس أسبوع، رتب له سلسلة معينة يروح هناك كلها ضيافة ويجلس ويعلم الناس العلم الشرعي. ما شاء الله. هذه الدورة طبعا قدمناها كمصغرة ومش كمشروع مستقل ومفتوح، كان في خاصة بشباب مؤسسة عيد ومركز عيد الثقافي. بفضل الله عز وجل رمضان الماضي أو قبل رمضان بعد رمضان عفوا من السنة الماضية صارت هناك سفرة لكينيا وأسلم الحمد لله 3 أشخاص. أعطوني بأسلك وكم واحد أسلم فيها؟ أسلم 3 أشخاص بفضل الله عز وجل، والمسلمين هناك تعلموا العلم الشرعي بفضل الله عز وجل. قدمنا دورة في الفقه الإسلامي في العقيدة. بعدها بفترة كانت هناك دورة أو زيارة لبوروندي بفضل الله عز وجل، في جلسة واحدة أسلم أكثر من 25 شخص. ما شاء الله. بفضل الله عز وجل. ثم بفضل أو بجهود بعض الشباب القطريين الخريجين من الجامعات الإسلامية. الله يكتب أجركم. الله. والنية الدورة هذه الجاية إن شاء الله كم واحد بيكون فيها؟ طبعا اكثر من اللي والله قبل. حاليا بالاجتماع الاول تقدم حوالي 20 شخص، وان شاء الله نتفائل ان يكون اكثر باذن الله عز وجل. عاسنا اكثر بيكون ان شاء الله باذن الله. يتم اختيارهم على العلم او يتم اختيارهم على معايير معينه؟ والله هو اول معيار العلم، بحيث انه فقد الشيء اللي يعطي. غالبا هؤلاء الشباب طلبه العلم خريجين الجامعه الاسلاميه او من تعلم العلم الشرعي سواء في العلم النظامي او غير النظامي. من لديه علم شرعي ويستطيع نقابله. نعم. نجد أهليته للتقديم مثل هذه البرامج. بعد ذلك إن شاء الله نعمل له برنامج سنوي داخل قطر وخارج قطر. داخل قطر مثل السلسلة هذه، وخارج قطر كما ذكرت لك عن طريق إدارة المشاريع في المؤسسة
نرسلهم تلك الجهات. الله يكتب أجركم إن شاء الله. الله يحرمنا من الأجر إن شاء الله. اللهم آمين. سيد جاسم عبد الله العلي مدير مركز عيد الثقافي بمركز عيد الخيري، نشكر لك حضورك معنا في ترحيب، ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق سواء في سلسلة البرامج الدعوية الحالية أو في المستقبل بإذن الله. الله يعطيكم العافية وجزاكم الله خير. لا تنسونا من دعواتكم. وكذلك الله يبارك. مشاهدينا بعد الفاصل نتوسع في موضوع أمراض الحنجرة والصدرية مع الدكتورة فاطمة أشكناني. حياكم الله مشاهدينا الكرام في برنامج ترحيب، ما زلنا متواصلين معكم. طبعا حمد شلونك مع تغير الجو؟ الحمد لله بخير، بس اهم شيء لا تهديني. لا ان شاء الله انا معك. مشاهدينا الكرام، قدمت لنا الطبيعه صيدليه كبيره شافيه ومتنوعه تساعدنا على الوقايه من العديد من الامراض، ان كان من خلال الفاكهه او الخضار المقذيه او من خلال الاعشاب الغنيه بالمنافع العلاجيه، وبالاخص في حالات السعال ومشاكل الحنجرة. نتعرف أكثر على هذه الأعشاب من خلال هذا التقرير. كما أن لكل داء دواء، لكل داء أيضا عشبة مفيدة كفيلة في علاج المرض والحد من تطوره. للأمراض الصدرية الكثير من الأعشاب المفيدة التي يمكن أن تخفف من السعال والعديد من الالتهابات الأخرى التي قد تصيب الجهاز التنفسي، ونذكر منها: بذر الكتان يستخدم لعلاج النزلة الشعبية وما يرافقها من سعال. الشمر من النباتات المشهورة، تستخدم بذوره لالتهاب الحلق ومقشعاً معتدلاً لإخراج البلغم ولعلاج وتسكين نوبات السعال. الزعتر واليانسون نباتات عشبية تتسم برائحتها المميزة، وتستخدم كغذاء وعلاجاً ضد السعال والربو، ومقشعة للبلغم. البصل له فوائد عظيمة، فهو قاتل للفيروسات والبكتيريا والفطريات ومضاد للسعال الديكي. التفاح الأمريكي أو الشامي، ويستخدم هذا النوع من التفاح لعلاج نزلات البرد والسعال والالتهاب الشعبي والربو. التمر علاج فعال للسعال والبلغم والتهاب القصبة الهوائية، ويمكن مزجه مع الزبيب والتين المجفف. الخبيز أو الخطمية يلطف ويفرج السعال الجاف والربو القصبي والنزل القصبية. إن تناول خسة واحدة في اليوم بمعدل ثلث خسة مع كل وجبة غذائية مفيد جدا في علاج السعال الديكي عند الأطفال. إلى جانب كافة هذه الأعشاب والخضار، نذكر أيضا بذور السفرجل، عرق السوس، الصنوبر، البقدونس، الكزبرة، العسل، زهرة الربيع، القراص، الزعرور، وهي كلها كفيلة بعلاج السعال والتخفيف من حدته، فضلا عن مكافحة كافة أنواع الالتهابات، مع الوقاية دوما من التدخين والملوثات والعديد من المواد الغذائية الصناعية. الطبيعة ملجأنا وعلاج دائم لكافة أمراضنا. شفنا معكم مشاهدينا هذا التقرير، وفي فقرتنا الصحية اليوم سوف نعالج أسباب أمراض الحلق والحنجرة وكيفية الوقاية منها مع قدوم الفصل الجديد مع ضيفتنا الدكتورة فاطمة أشكناني، أخصائية في جراحة الأنف والأذن والحنجرة. يا مرحبا يا دكتورة، شرفتنا. حيا شاء الله معنا دكتورة في برنامج ترحيب. في البداية ودنا نعرف الفرق بين الحلق والحنجرة. هما جزئين مختلفين، بس نفس ما نعرف أن الأنف والأذن والحنجرة هو جزء متكامل، بس لو قلنا الحنجرة شيء والحلق شيء ثاني. بس لو قلنا في البداية الحلق هو عبارة عن البلعوم، هو الجزء العلوي،
مقسم حق ثلاث أقسام، الجزء العلوي هو خلف الأنف، بعدين الجزء اللي احنا نشوفه اللي يكون أول ما الشخص يفتح الفم، نشوف الجزء اللي نشوفه أول ما الشخص يفتح حلجه هو الجزء الثاني، بعدين في الجزء السفلي هذا البلعوم، بعدين نبتدي بالحنجرة. الحنجرة هو الجزء الأمامي من الرقبة، وهو عبارة عن مثلث مثل القم. نقول هو بداية البلعوم؟ أيوة، اللي هو الحنجرة تكون بداية البلعوم. نعم. وبالنسبة للحلق اللي يكون من نقول من الخشم وتحت. أيوة، هو ثلاث أجزاء. الجزء العلوي يكون خلف الأنف، بعدين اللي خلف الفم، بعدين اللي يكون بداية الجزء العلوي السفلي من الحنجرة. والحنجرة اللي يحتوي على الأحبال الصوتية. بس الأشخاص تقريبا ما يفرقون بين البلعوم والحنجرة. نعم دكتورة. نعم. لو يصيد واحد من الأجزاء هاي الثلاثة مرض. نعم. يشمل المرض الأجزاء الباقية ولا مو بشرط؟ ممكن مثلا الواحد لو صاد سكام ممكن بعد يومين يحس بالتهاب في البلاعيم، لأن الجزء يكون مفتوح، الأنف يكون مفتوح من وراء، فممكن ينزل ويتكون إلى التهاب. زين شلون نعرف إنه مثلا هذا يعني نقول سعال عادي وهذا لا التهاب؟ فيها شلون أفرق بين اثنين؟ يختلف من شخص لشخص. مثلا الشخص المصاب بالزكام، لو قلنا الزكام كان يومين، ممكن الزكام العادي لو كان فيروسي يروح من غير ما الشخص ياخذ اي دواء، مثلا ياخذ خافض للحراره او ياخذ مسكنات عاديه. بس لو كان بكتيري انزين بيستمر عنده 4-5 ايام، لازم في هالحاله ياخذ مضادات حيويه، ياخذ خافض للحراره، مسكنات، وفي هالحاله لازم يعني هو العادي يروح كم يوم بالعاده، يعني بحيث ان الواحد بعد كم يوم ممكن انه لا يحس ان الموضوع يحتاج انه يروح الدكتور ياخذ التهاب. بعد 3-4 ايام. نعم. لو الحاله زادت، استوى في سخونه، صعوبه في البلع، صعوبه في النفس، لازم الشخص يلتجئ للدكتور. نعم. لكن قبلها ما ممكن انه يروح بنفسه، يعني يومين ممكن يروح. طبعا دكتوره دائما احنا نسمع الوقايه خير من العلاج. نعم. الحين بدا يتغير الجو، طبعا الجو يجيب معه دائما مرض اللي هو الله يبعد الشر عنه وعنكم وعن المشاهدين، سخونه، الزكام، هذا الحين وقتها. نعم. فش الاجراءات الاحترازيه على اساس نتلاشى هالمرض؟ قصدك مع الجو البارد؟ مع الجو، نعم، اللي هو جاينا الحين. طبعا الاشخاص الصغار في العمر لازم مثلا ما يتسبح ويطلع في الجو البارد، اللي فيه حساسيه لازم ما يتعرض للغبار، ما يتعرض حق الجو البارد، الرطوبه. الاشخاص الصغار في العمر اللي فيهم حساسيه لازم ما يدشون المطبخ، التخون، البخور، هذا يزيد الحساسيه مالت الاشخاص اللي فيهم حساسيه. الجونة في الخليج في رطوبة، في غبار، هاي هيج لنا الجهاز التنفسي، فبالتالي الشخص المصاب بالحساسية نسبة احتمالية إصابته بالالتهاب الجيوب الأنفية، التهاب اللوز يزيد عنده. فالأشخاص هذين لازم يبتعدون بالأسباب اللي تزيد لهم نسبة الإصابة بالالتهابات. فلازم الأشخاص هذين يحاولون يتجنبون الأشياء اللي تزيد لهم الحساسية مالتهم. طيب في حالة إن مثلا إحنا مثل ما قلتي تتجنبوا، لكن جاينا مثل ما تقولين فيروس في الطقس. نعم. اللي تعرفين قبل متى ما بدأ يتغير الجو يجي فيروس في الطقس، شلون نقدر نتلاشى هالشيء؟ هل التقرير اللي احنا طلعناه قبل شوي له علاقة؟ الأكل الصحي مثلا التفاح، الفواكه، هل ممكن تعطي مناعة للجسم أكثر؟ نعم. الشخص الطبيعي اللي مناعته زينة، طبعا انت تقارن الشخص الطبيعي بالشخص اللي مناعته ضعيفه. الشخص اللي مناعته تكون ضعيفه هذا لازم يكون يعني تحت مراقبه الاهل بشكل مستمر، يعني اكله يكون صحي، يبتعد عن الاشخاص المصابين بالفيروسات. انزين لو صاد زكام لازم على طول يروح المستشفى، مو نفس الشخص العادي. مثلا انت شخص سليم ما عندك اي مرض، ما فيك ربو، لو صادك زكام ممكن انت تتحمل، تاخذ مثلا تشرب اشياء دافيه، ما تطلع في الهواء البارد، تاخذ بنادول خافض للحراره، تلبس شيء ثقيل، والزكام او حتى السخونه تروح عنك. بس الاشخاص اللي مناعتهم ضعيفه ما يقدرون يتحملون، فلازم يروحون على طول المستشفى. كذلك دكتوره في بعض الاعشاب وبعض المواد الغذائيه مثل ذكرها حمد، خلينا نقول مثل بذره الكتان وكذلك مثل البصل. يعني انا اللي اعرفه من نعرف ان مثلا اذا رحت، يقول لك اذا رحت بلاد جديده عليك او جو مختلف عليك كلك بصله،
هذه مثل المضاد الحيوي. أنا ضد الأعشاب أوكي، بس ما أمنع الأشخاص إنه يأخذون هالأعشاب لو كانت ما فيها مواد كيميائية. يعني في ناس يمتنعون إنه يأخذون مضادات حيوية، يروحون حق العطار يأخذون هالأدوية من عند العطار وما يعرفون شنو محتواها. يعني أنت مع بس إنه يكون مثلاً حد مثلاً مختص أو إنه يعني ذو خبرة. أنا مع العسل أوكي، الواحد يأخذ العسل، العسل يرطب المجرى مال البلعوم أوكي، ينظف المجرى مال البلعوم، هذا أنا مع العسل أوكي. الواحد يشرب أشياء دافية، لما الواحد يكون في زكام يبغي يشرب يكثر من السوائل، فالشاي يشرب زعتر، هالأشياء تنفع. بس يروح يمتنع من شرب الأدوية، يقول أنا بروح عند العطار باخذ من عنده أعشاب علشان الزكام أو التهاب البلاعيم، بتروح عني أني أنا بلجأ للعطار هذا بيعطيني أعشاب أنا بشربها، لا ما بتنفعه. وفي بعض الناس يروحون حق مكونات احنا ما نعرف شنو اصلا محتواها وممكن انه تضر الشخص. صحيح. دكتورة فاطمة شكناني اخصائية في جراحة الانف والاذن والحنجرة، شكرا لوجودك معنا في استوديو ترحيب وحياك الله معنا. حياك الله دكتورة. مشاهدينا الكرام لا تروحون بعيد، خلكم معنا بعد الفاصل نكون مع معرض صنع في امريكا وعلوم الرياض. لكم مشاهدينا مرة ثانية وحياكم الله معنا. حياك الله يا حمد. الله يحييك. ايش عندنا الحين مشاهدينا الكرام؟ عندنا كل خير، أهم شيء يتابعونا ويحصلون كل خير إن شاء الله. والله عوايد إن شاء الله. طبعا افتتحت سفيرة الولايات المتحدة في قطر مساء الأربعاء الماضي معرض صناعة في أمريكا اللي يتضمن مختلف أنواع المنتجات الأمريكية، طبعا من سيارات ومفروشات ومواد غذائية وغيرها يا ناصر. نعم كذلك زار المعرض عدد كبير حمد من القطريين والمقيمين. طبعا فريق عمل ترحيب كان متواجد في المعرض مشاهدينا الكرام وغطى لنا هذه الزيارة، خلونا نشوف هذه الزيارة من خلال هذا التقرير. Expansion of the infrastructure here in Qatar, the rise of Qatar as a center for commerce, for trade, for tourism, and for sports. We as America have a lot of products, a lot of services, many goods that we have ready to offer to the Qatari industry, Qatari business, and the Qatari people. And we're very gratified that our products and our services have gotten great welcome, tremendous support, and are being used by many Qatari businesses, industries, and the government.
طبعا حمد هذه زيارة طبعا قالت كلام جدا ممتاز. تقول طبعا احنا ممتنين بان بضاعتنا لقت قبول في قطر، وكذلك قطر بدت يعني في الصعود تجاريا. نعم ناصر، بغض النظر عن السيارات اللي سيارتنا امريكيه زينه، لكن ايش اللي لفت انتباهك في التقرير؟ لفت انتباهي الطراد لابو مبارك. طيب ايش رايك نروح نشوف علوم الريان وناخذ احمد الكواري وعلوم البحر؟ مشاهدينا الكرام معنا احمد وعلوم البحر. احمد مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. حياك الله يا احمد. احمد شو علوم البحر بالذات الجو ابتدت الحراره تخف وابتدا طلعت البحر صارت افضل؟ نعم نعم صح. هذه الرياح شو اسمه السهيل، رياح السهيل. نعم هذه تبرد الجو، تبرد الجو وتنطف البحر، يعني يصير حتى البحر يصير بارد. نعم يسمونها قديما هبيبات السهيل. اي ايوه، وتبرد البحر، وهي من 13 تقريبا 13 يوم تم هذا الرياح. نعم زين. وفيه يعني يقلى سعر السمك شوي في هالايام. وش سبب الهواء؟ احمد وش اللي تغلى تحديدا؟ اي سمك اي نوع؟ نعم اي نوع يغلى بالضبط؟ الصافي ولا السنعد والهمور والصافي؟ تغلى لانها تقل مثلا، يقل صيدها او يقل تواجدها. اي يتم صيدها يعني، بس يكون اذا في هواء مشكله، ما في يعني ما حد يروح البحر عشان تي ترتفع الاسعار. اي زين، و التحذير ما في اي تحذير يعني اي حد يقدر يروح البحر ما عنده اي مشكله؟ ايوه الحين الجو زين بالله، ما في تحذير والجو حلو الحمد لله. احمد الكواري بيض الله وجهك ومشكور على علوم البحر. ناصر بكره لا يمكنك تتغدى سمك، زود الفليسات على، خلي الهندي يجيب السمك يزود الفليسات له. فالك السمك فالك طيب. فالك لكن من البحر وين بنروح؟ بنروح لعلوم الجو تحديدا مع زميلنا محمد الكبيسي اللي الحين معنا على الهاتف. حياك الله يا محمد وعطنا علوم الجو. الله يحييك. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية لا يوجد تحذير بالنسبة لليلة إن شاء الله. نعم. الطقس المتوقع لهذه الليلة رطب نسبيا مع غبار هالة. نعم. الرياح تكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية. نعم. أقل من 7 عقد. ارتفاعات الأمواج على السواحل بتكون 1 قدم. وداخل البحر إن شاء الله من 1 إلى 3 قدم. الرؤية الأفقية تتراوح ما بين 5 إلى 10 كيلومتر. الرطوبة النسبية ما بين 80% إلى 40% إن شاء الله. إن شاء الله. أدنى درجة حرارة متوقعة بالنسبة لليلة 33 درجة مئوية. وأعلى مد إن شاء الله كان عند الساعة 7:30 المساء. والجزر إن شاء الله بيكون عند الساعة 2:15 ليلا. هذا والله أعلم، مع تحياتي العامة لطيب المدينة. الله يحييك والله يهينك احمد. قبل لا تروح ودنا بس احنا نعرف، كنا نتكلم مع اخونا احمد الكواري قبل شوي وذكر بان بدايه السهيل تقريبا 13 يوم. احنا الان بدينا نلاحظ انخفاض درجه الحراره وكذلك الرطوبه. نعم. طبعا بسبب الرياح، بسبب الرياح تقريبا خفت الرطوبه يا احمد. الو نعم. اقول بسبب الرياح تقريبا خفت الرطوبه وابتدت درجه الحراره في الانخفاض، ودنا نعرف خلال الفتره الجايه كيف راح تكون ان شاء الله احوال، يعني احوال الطقس من ناحيه البروده. والله الشهر هذا بشكل عام يعني بتكون درجات الحراره منخفضه بالنسبه للشهر السابق. نعم. يعني تقريبا تتراوح اقصى حراره بين 38 درجه مئويه بالنسبه لهذا الشهر. نعم. هذا المعدل، وتقريبا على 30 أو 31 درجة مئوية. وإن شاء الله بالنسبة للأشهر الجاية بتنخفض، بيبدأ انخفاض تدريجي لدرجات الحرارة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. بس طبعا ما في أي تحذيرات، ما في أي شيء؟ لا لا إن شاء الله بالنسبة عندك الليلة إن شاء الله، وبالنسبة لبكرة بشكل عام ما في أي تحذيرات بالنسبة لمرتدي البحر ولا اي نشاط ان شاء الله. ان شاء الله. نعم احنا اجازه نهايه اسبوع. نعم. مشكور يا محمد كبيسي وما قصرت على المعلومات. ناصر اليوم الخميس والجو كايف. ايه وبكره الجمعه، اللي يبغى يروح بحر يروح. وتو بتروح؟ انا بروح للنقيا. الله يوفقك. خلاص اذا نروح
ناخذ محمد بن بريك وعلوم الريس، لان اليوم مشاهدينا الكرام انطلق نقول بدايه الموسم لسباقات الهجن في قطر، واليوم كان وراح ناخذ تفاصيل اكثر من محمد بن بريك افضل. محمد مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور ناصر بالسالمين، ومسي بخير على حمد العيد وعلى مشاهدي قناه الرياض. يا مرحبا يا بريك، صوتك عجل. حياكم الله ورحب فيكم وفي مشاهدي قناه الرياض. الله يحييك، مرحبا. اعطنا علوم الريس يا محمد، بالذات ان اليوم بدايه الموسم بشكل رسمي. صحيح اخوي ناصر، اليوم اول ايام الموسم الجديد، كانت البدايه مع منافسات الحقائق. اليوم ميدان الشحانيه استقبل اليوم كانت الانطلاقه مع 17 شوط للكار ما شاء الله، والعصر كانت مع 13 شوط للقعدان. الاشواط اليوم قويه، شهدنا شعارات من ابناء دول مجلس التعاون الخليجي، ملاك الهجن من الكويت، من الامارات، من قطر، من السعوديه، من كل مكان في دول الخليج. وكانت المنافسات اليوم صعبه، واداره موجوده فيها والتنافس قوي، ونهني الناموس، نهني بالناموس الفائزين، وحظنا اوفر ان شاء الله للي ما حلفهم الحظ. النتائج اليوم الفتره الصباحيه، الشوط الاول الرئيسي فازت فيه شواهين، شواهين مملوكه العلي بن محمد بن قبعان المري، وهي صاحبه الشوط الرئيسي وصاحبة التوقيت الأفضل، يعني جمعت بين الميزتين الطيبتين اللي نادر ما تجي لها في السبوك. نعم، هذه بالنسبة للبكار. وحسب المعلومات اللي جات إنها انضمت وانتقلت إلى عزبة سيدي سمو ولي العهد، أو عزبة سعادة الشيخ القعقاع، ونتمنى لها التوفيق إن شاء الله في المواسم القادمة. إن شاء الله. الشوط الثاني فازت فيه مزاحة مملوكة الفيصل بن طالب بن شريم المري، والشوط الثالث فازت فيه السمحة لسعد بن عنزان النعيمي، وتوقيتها بعد ممتاز، دقيقتين 54 ثانية. وسمعت بعد انضمت الهجن سعادة الشيخ الفعقاع، أتمنى لها التوفيق إن شاء الله. الشوط الرابع فازت فيه القادمة النمر بن راشد بن نديلة، الشوط الخامس فازت فيه الشحانية العبيد بن علي السناري، الشوط السادس فازت فيه بدور الفيصل بن طالب بن شريم، الشوط السابع بعد فازت فيه نويعة الفيصل بن طالب بن شريم، الشوط الثامن دخيله لراشد بن حمد ال بريص المري، الشوط التاسع الضبي الراشد بن مبارك المري، الشوط العاشر العجله الحمد بن راشد بن رايه، الشوط الحادي عشر التماس الراشد بن صالح الدعبه، الشوط 12 الشاهينيه النمر بن راشد بن نديله، الشوط 13 فازت بالمسيره الراشد بن حمد البريصي المري، الشوط 14 الضبي الحمد بن جار الله بن حسين البريدي، وهي ايضا انضمت لعزبه سعاده الشيخ القعقاع حسب المعلومات اللي وصلتني. الشوط ال 15 فازت فيه كيف العلي بن زيد الشراب المري، الشوط 16 فازت فيه السمحه العبيد بن علي السناري، الشوط 17 هو الشوط الاخير فازت فيه صعايب الهادي بن سالم ال فيده المري، والناموس لجميع الفائزين يستاهلون، ونحييهم من خلال شاشه قناه الرياض. يستاهلون. ابو بريك، وش افضل توقيت في اللي انت ذكرت انت كلهم؟ افضل توقيت اللي ذكرناها من الفتره الصباحيه هي اللي فازت بالشوط الاول. شواهين. ليش شواهين؟ ملك علي بن قبعان. الاول توقيتها ممتاز. كم توقيت؟ دقيقتين، شوف مسافه 2 كيلو متر جابت فيها دقيقتين و52 ثانيه وجزئين من الثالث. مبارك لك. المعروف عند اهل الهجن الثلاث اللي تجيب ثلاث هذه دلول السبوق ما فيها حيله. اللي تجيب ثلاث تكسر الثلاث بشيء بسيط، تزيد على ثلاث ثانيه. هذه ما تسبق الهجن، لكن هذه المكره جابت دقيقتين ما شاء الله. طيب والاشواط المسائيه؟ الاشواط المسائيه انا بختصر لاني اعرف وقت قناه الريان. لا خذ راحتك. الشوط الاول رئيسي اقوى الاشواط فاز فيه شاهين صالح بن حمد القمره. اي استاهل. وتوقيته دقيقتين و51 ثانيه. ما شاء الله. وبعض اجزاء من الثانيه. ولكن المفاجأة اللي بنفجرها من خلال شاشة قناة الريان هو القعود اللي فاز بالشوط الثاني شاهين. العلي بن محمد بن قبعان المري جاب دقيقتين و48 ثانية وسبع أجزاء من الثانية وبكل أريحية بعد. ما شاء الله. دقيقتين و48 وسبع أجزاء من الثانية. زين يعني توقيت نقدر نقول يعني يمكن للمرة الأولى يسجل ميدان الشحاني. يعني نقول اليوم أنها تحطيم أرقام. توقيتات. تحطيم اليوم تحطيم التوقيتات، وهذا راجع للمضمار الجيد، المضامير الجديده اللي انشئت في ميدان الشحانيه، ميادين على مستوى عالي. هل الشحانيه كانوا مجهزين من وقت مبكر وكله بدعم سيدي سمو امير بلاد المفدى وسمو ولي عهد الامير الله يحفظه. دعم متواصل. هذا هل الشحانيه كانوا اليوم مستعدين
لاخوانهم الخليجيين، وكانت المشاركات يعني مشرفه، وكان ميدان الشحانيه استانسوا كل الملاك واستمتعوا اليوم بالاشواط القويه. ولكن مثل ما يقول اخوي ناصر، اليوم تحسيم التوقيتات الزمنيه دقيقتين 48 7 الزمن الثاني. وعلى المعلومه بعد اضيف المشاهدين قناه الريان، القعود بعد انضم، ومبشرهم القعود انضم لعزبه سعاده الشيخ القعقاع. يستاهل. الف مبروك ان شاء الله. ونبارك نشكرك يا محمد بن مريك، ونبارك للفائزين اليوم سواء في الفتره الصباحيه او في الفتره المسائيه. وطبعا حمد احنا والله يستاهلون، يعني شفنا اوقات صراحه تبشر بخير، وبدايه موسم يبشر بخير صراحه للهجنه القطريه ان شاء الله خلال الفتره الجايه. دبت الروح الحين في ميدان الشحانيه، الصيف تعرف ركود وما به شيء، الحين دبت روح وبريك الحين بيفتل. يعني حمد، يعني انا اقول يعني اتوقع ان الميدان الليلي انه لان الناس ابتدت تدرب من بدري، فاتوقع انه كان يعني له اثر ايجابي جدا على التوقيتات اللي نشوفها، اللي صراحه نتمنى هو التوفيق لهم صراحه. هو يا ناصر هو الميدان حق 3 كيلو ويقدرون يشغلونه في الليل، فهم يركضون فيه صبح وليل، بس بدايته كانت في ليل. الله يوفقهم. نعم. الله يعيننا على ابو بريك في الرسائل الجايه ان شاء الله يكون مره مفتل. وش عاد عندنا المشاهدين عقب الفاصل حمد؟ عندنا بعد الفاصل طبعا علوم العالم، خلكم معنا لا تروحون بعيد. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ما زلنا متواصلين معكم في برنامج ترحي. قبل شوي قدمنا فقرة علوم العالم، وين نيتك تودينا؟ الحين مقدمة فقرة علوم العالم، بوديكم الرحلة. تبون رحلة للصين ولا سنغافورة؟ اللي ودك. خلاص باخذكم مشاهدينا الكرام من الصين إلى سنغافورة، بناخذ معنا دب من الباندا أو دبي. أعارت الصين دبي باندا لسنغافورة على أن تحتفظ بهما الأخيرة على مدى عقد من الزمن. واعتبر مسؤول في مؤسسة الحياة البرية في سنغافورة أن هذه الخطوة مناسبة للبلدين لكي يعززان علاقتهما، وكذلك للسنغافوريين لكي يتمكنوا من رؤية الباندا عن كثب، حيث لا توجد في بلدهم حيوانات من هذه الفصيلة النادرة من الدببة والمتواجدة بشكل أساسي في الأراضي الصينية. والدبان هما الذكر كاي كاي والأنثى جاي جاي. وقال أحد مسؤولي حديقة الحيوان السنغافورية أنهم وفروا للضيفين البيئة اللازمة لكي يغرمان ببعضهم البعض، وأضاف أنه وزملائه سيتعلمون من الخبراء في الحياة البرية كل الحيل التي تجعل الدبان يتنبهان لبعضهم البعض. شو رأيك بالهدية؟ والله الهدية قاعد تأكل كل شيء. بس شفت شلون شلون الاستقبال؟ طبعا هو دب الباندا من الدباب يا ناصر اللي معرض للانقراض، معرض للانقراض، ويجربون يحافظون انهم يحافظون على انتشاره ما بين الصين وسنغافوره، بالذات ان بلدهم تفقد يعني مثل هالنوع. نعم. من الحيوانات. نعم اكيد. زين وانت وين بتاخذنا؟ انا اخذتكم لسنغافوره. انا ما راح اقول لك، بقول للمشاهدين على طول. طيب وانتم جايزهم. طبعا من سنغافوره والصين راح نسافر الى الجزء الثاني من الكره الارضيه والى شمال كارولاينا، حيث قرر شرطي سير ادخال هوايته بالرقص الى عمله اليومي. خلونا نشوفه. يعتمد شرطي سير امريكي الرقص خلال تاديه مهامه في تيسير حركه المرور في احد الشوارع المزدحمه في مدينه شارلوت في ولايه كارولينا الشماليه. والشرطي هو في الاساس احد افراد فريق الاقتحام الخاصه في مقاطعه كلايتون، وتمت الاستعانة به وبآخرين لمؤازرة شرطة شارلوت على هامش انعقاد المؤتمر الانتخابي للحزب الديمقراطي، وقد لفتت حركاته المارة وأثارت اهتمامهم وشرعوا يلتقطون له الصور. وذكرت وسائل أنباء محلية أن عددا من زملاء الشرطي المذكور قاموا بالأمر نفسه على عدد من التقاطعات من أجل الترفيه عن المارة. على شوف اشوف الكاميرا ما التريلر ما معها مزح، ما مزح معها. ما لا لا التريلر ما يقدر شيء ولا شيء، اقل شيء المرايه تضربه كذا ورايح. بس رايك يا ناصر فيه؟ والله حمد انا ما ايد الشيء ذا. ليه؟ انا ما ايده لان عندنا مستحيل. لكن عندهم بالنسبه لهم شيء عادي متفرغ. بس هي كفكره زينه، بالذات انه
في نفس الوقت يسلي نفسه ويسلي أيضا الزوار أو السياح اللي جايين للبلد. طيب وين بتودينا الحين؟ أنا بوديكم للمكسيك. بوديكم مشاهدين الكرام للمكسيك، وشوفوا كيف يعني مسؤولين كاميرات المراقبة الصم والبكم يديرونها. الجميع هنا في مدينة أوكسيكا المكسيكية يعلمون أن شوارع المدينة مراقبة من قبل كاميرات وضعت من قبل السلطات المحلية، لكنهم قد يفاجؤون عندما يعلموا من يقوم بإدارة هذه العملية. 12 شخصا من الصم والبكم تم توظيفهم هنا في مركز العمليات، وذلك للإشراف على 230 كاميرا تم وضعها في جميع أنحاء المدينة، والعمل على رصد أي لقطات مريبة ومساعدة رجال الشرطة والمرور والمسعفين في أداء مهامهم. وزير الأمن العام في المدينة ماركو لوبيز أشاد بقدرة هؤلاء الأشخاص الكبيرة على اكتشاف الكثير من الحالات الدقيقة بالرغم من إعاقة السمع والكلام لديهم، فهم يعوضون ذلك بالتركيز البصري لديهم. فجدار المعوقات دائما ما ينهار أمام التحدي والعزيمة. سبحان الله، شوف كيف الله سبحانه وتعالى ياخذ شيء من انسان ويعطيه شيء افضل من سبحانه، اعطاهم التركيز والدقه. نعم طبعا احنا نأيد الفكره اللي سووها المكسيك، وقال في نهايه التقرير جدار. نعم كذلك قطر بعد لها دور كبير في دعم ذوي الاعاقه ودمجهم في المجتمع. نعم. لانهم جزء لا يتجزأ من هالمجتمع. نعم، حتى ذكرنا بزميلتنا جود الكويسي الله يمسيها بالخير، قول لها كذا ويذكرها بالخير. وترى احنا شلون قالت مشتاقين لك، ما ادري شو، ما اعرف انا زين. بعد هذا وين بنروح؟ طبعا بنروح لاخر تقرير في الارجنتين، حيث تم استغلال نصب سياحي ليصبح نصب صحي. طبعا هالشيء غريب، ولكن خلونا نشوفه سوا. توافدت الجموع إلى قلب العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس نحو المحطات الصحية التي انتشرت في ساحة المسلة الشهيرة وسط المدينة لإجراء الفحوصات الصحية اللازمة، وذلك في إطار حملة للتوعية من أمراض القلب. فرصة لم يفوتها السكان، خصوصا وأنهم من خلال هذا الفحص المجاني سيتمكنون من قياس نسبة الكوليسترول والجلوكوز في الدم. رئيسة قسم التغذية في العاصمة الأرجنتينية ترى أن الغرض من هذه الحملة هو زيادة وعي السكان لأمراض القلب ومخاطرها، واتباع نظام غذائي يحميهم من ذلك، واستغلال النصب الشهير للإضاءة بضربات قلوبهم. في حين أن رئيس جمعية أطباء القلب في الأرجنتين يرى أن هذه فرصة لإرسال رسالة سيراها الكثير عن مدى مخاطر أمراض القلب والوعي من ذلك. وفي المساء ستكون الفرصة سانحة أمام الفاحصين ليضاء النصب بضربات قلوبهم وسط صخب مدينة التانغو. دقات قلبي يسمعونها المدينة كلها. فضيحة. هذا لو سوى شيء ولا خب ولا شيء بيستعجل. يعني اللي بيجيه خايف بيدون خلق الله كلهم منها. إنه مسوي شيء. الله يعيش. طبعا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ترحيب. لأي اقتراحات أو أي استفسارات والتواصل مع فريق عمل ترحيب يمكنكم مراسلتنا على البريد الإلكتروني ترحيب@ريان.tv. طبعا نشوفكم إن شاء الله القابلة في الليل بإذن الله. في أمان الله.